قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل. من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. السلام عليكم يا عم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابنائي. قصة اليوم لا تقل في جمالها عن القصص السابقة إن شاء الله عز وجل، وأرجو أن تستفيدوا من هذه القصص، لأنها قصص كلها حق وصدق، وقد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما هي قصة الليلة يا عم؟ قصة الليلة عن امرأة صابرة محبة لله سبحانه ومستمسكة بدينها رغم الظروف الصعبة والابتلاءات الشديدة التي تعرضت لها. من هي تلك المرأة وماذا حدث لها؟ بنا يا عم بقصة تلك المرأة حتى نحب الله ونضحي من أجله مثلها. إنها ماشطة بنات فرعون. ماشطة بنات فرعون؟ أخبرنا بها بسرعة يا عم، فقد شوقتنا إليها. إذن فاسمعوا، كان في من كان قبلكم امرأة صالحة آمنت بنبي الله موسى عليه السلام، وكانت تعمل ماشطة لبنات فرعون وتصفف شعرهن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كلوا يا أبنائي. يا أمنا، إن فرعون يقول أنه إله الكون وأنه رب الوجود، والناس يثيرونه على ذلك. إن الله واحد لا شريك له، فهو خالقنا وحده ومالكنا وحده، لذلك نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. ولكن فرعون عبد لله ومخلوق من مخلوقاته، أحياه الله وسوف يميته كبقية الخلق. تقولين هذا وأنت تعملين مع بناته وفي قصره؟ إن الله هو الحق وما دونه هو الباطل، لا إله إلا الله. ألا تخافي أن يسمعك ويغضب منك ويؤذيك؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توكلوا على الله يا أبنائي، كلوا طعامكم وسوف أذهب إلى عملي وأعود إليكم إن شاء الله. لا تتأخري يا أمي، عودي إلينا. سوف أعود سريعا إن شاء الله، أسأل الله أن يجمع بيننا. سبحان الله، فكم أعطى الله فرعون من نعم وهو لا يشكر، وكم آتاه من آيات وهو لا يفكر. كيف يقول على نفسه أنه إله وهو يأكل ويشرب وينام وسوف يموت؟ كل هذه النعم سوف تزول، وكل من عليها فان، ويبقى الله وحده لا إله إلا الله. بسم الله. بسم الله؟ أتقصدين بالله أبي؟ لا، إن الله هو خالق كل شيء وإله كل شيء، ورب السماوات ورب الأرض، وربي ورب أبيك ورب الناس أجمعين. كيف تعبدين إلها غير أبي؟ بل أنت كيف تعبدين إلها غير الله؟ ألا تخافين من أبي؟ إني أخاف الله وحده، فهو رب العالمين. أخبر أبي بما تقولين؟ افعلي ما شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا تقولين؟ هل اتخذت إلها غيري؟
يوم من الأيام؟ وهل هناك إله غير الله يستحق أن يعبد؟ كيف تجرؤين على هذا؟ بل أنت كيف تجرأت على الله وظننت نفسك ربا للناس ولست خالقهم؟ وكيف جعلت نفسك إلها وأنت عبد ضعيف؟ بل كيف لم تعبد الله وهو خالقك ورازقك؟ اصمتي ولا تتكلمي. إذن أنت لا تخافين عقابي؟ لن أفضلك على الله، والذي فطرني فقد ما أنت قاد. سوف أحرقك في زيت مغلي. لا، بل سأحرق أبنائك قبلك. هاتوا الزيت، هاتوا الزيت المغلي. حسن، أترين هذا الزيت المغلي؟ فإني سوف ألقي أبنائك واحدا تلو الآخر أمام عينيك، وسترين أينا أشد عذابا وأبقى. أبنائي، أمي، أدركينا يا أمي، أمي أمي. ارجعي عن دينك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألقوا بالولد الأكبر. أمي أمي ولدي. ها 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 ها، سترجعين أم لا؟ لا، لن أرجع عن الحق. ألقوا بالثاني. أمي أمي ولدي ولدي. ألا زلت ثابتة على دينك؟ نعم، ولن أترك ديني ولو فارقتني روحي. فالله يستحق كل خير. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. ألقوا بولدها الرضيع حتى تحطموا قلبها. لا، لا تأخذوه مني. ألا تتقي الله؟ سيأتي يوم تلقى الله فيه ويسألك عما تفعل. ألقوا بالرضيع. أبنائي. لم يبق إلا أنت. أريد أن ألحق بأبنائي إلى الجنة إن شاء الله. لا يشغلك هذا، فسوف تلحقين بهم سريعا. هل لي أن أطلب منكم شيئا؟ ماذا تريدين؟ أن تجمعوا عظامي وعظام أبنائي في قبر واحد. لك ذلك، خذوها وألحقوها بأبنائها. أشهد أن لا إله إلا الله. ما لهذه القسوة؟ هي لها من امرأة صابرة. حقا، إنها تحب الله. وجمعوا عظامها مع أبنائها يا عم؟ نعم، جمعوا عظامها وعظام أبنائها في قبر واحد، وقد شم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رائحة طيبة حين أسري به، فسأل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قيل له هذه رائحة عظام ماشطة بنت فرعون وأبنائها. سبحان الله، ما أجمل الإيمان بالله ورسله. قصة جميلة جدا يا عم. وإلى قصة قادمة إن شاء الله عز وجل. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل. من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران بالرب الجميل. وثلاثة بال